عايزين نفهم بجد من يفيد البشرية ويستحق اهتمامنا الحقيقي، وده أحق اللي بعمله ذا الأمراض في كل شيء هو أحق، واللي بعلمه زاد الزاد، واللي بعلمه زاد الماء لأجل يعيش الكل حياة، واللي بعلمه عالج الأرض لأجل تزيد للناس إنتاج، واللي بعلمه عالج في طبيعة وزال حشرة حتى تعيش، والعلماء في كل مجال اللي زادوا الدنيا جمال، والإيد العاملة في كل مكان اللي مخلية الكل تمام، ورجال الأمن في كل مكان اللي خلوا حياتنا أمان، ورجال أعمال شغلوا عمال خلوا حياتهم برضو أمان، والمسؤول المشغول بنصر وطنه فين ما يكون، والمسؤول بمشاكل العالم ومنع مصايب كبيرة في الكون، وأهل الوعي في كل مكان وكل مجال اللي بيزيدوا في وعي وفكر الناس، واللي في عمله يا ناس إنساني وساعد ضعف كتير من الناس، وأهل الفن يا ناس الهادف اللي بيفيدوا كتير من الناس، هم دول أصحاب الفضل في حياة كريمة لينا يا ناس، اللي يستحقوا اهتمامنا ويستحقوا هتافنا ليهم كمان بأجمل أغاني الانتصار، لأنهم خلوا حياتنا عمار. وما تزعلوش من اللي هقوله إذا كنتم عايزين حقيقة الانتصار، مش رياضي فاز لوحده، قولي بصراحة فادك في ايه؟ مش رياضي فاز لوحده، قولي بصراحة فادك في ايه؟ والإفادة الأهم بصراحة هي ايه؟ الرياضة في حد ذاته شيء مفيد لك يا بيه، لو ممارس للرياضة ده نشاط يفيدك يا بيه. نجوم كتير طول حياتنا في الرياضة صنعونا ايه؟ نجوم كتير طول حياتنا في الرياضة صنعونا ايه؟ نصر الوطن شيء مهم، نصر الوطن شيء مهم نشكرهم دايما عليه، بس الأولوية لينا ايه؟ ننشغل بجوانهم اللي جابوه طول حياتنا ولا ايه؟ عن المفيد لينا يا بيه الحكاية قولي ايه؟ الرياضة اهم حاجة في الدنيا دي ولا ايه؟ قنوات كتير شغالة ليه، وفي الجرايد طول حياتنا صفحة اساسي فيها يا بيه، وخلاف كتير للناس بيحصل برضو عليه معرفش ليه. ما تزعلوش من كلامي ده وعي صادق انا بقوله، والصح اني مسؤول عليه. عايزين نفوق يا ناس بجد، ده حتى اتباعنا للرياضة ملخصينه في نجوم كرة القدم وبس، لحد ما بقينا عايزين ولادنا يبقوا نجوم كرة قدم وبس، حتى ولادنا بقى هدفهم كرة قدم وبس، وتقول لهم ليه؟ يقولوا لك ما انت شايف شهرة وفلوس قد ايه؟ بكده مش هيبقى فيه نهضة، لازم اللي بيفيدوا المجتمع بشكل واضح وعملي هم اللي يبقوا نجوم في مجتمعنا اللي كلنا عايشين فيه، عشان هم يبقوا المثل الأعلى لولادنا، عشان ننهض بجد في كل المجالات مش كورة وبس. يبقى كل اللي هيفيدنا نهتم به، والحقيقة هو أحق، ولا انتوا رأيكم ايه؟ يا ريت نفكر يا ناس بجد من يستحق اهتمامنا وهو أحق. الحكاية مش تنمر على الكورة، لا، الحكاية مش تنمر على الكورة، لا، الحكاية نصر شامل في كل شيء، والكورة برضو مش أهم شيء.